شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. يا ناحض يا نعمة يا حي يا شريك لك لبيك، اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أوتوبوس do krećanja prema Medine. Tu je grupa iz Turske i Grčane. Ide tu prvi tri autobus, a i naše sede i čekaju tu svi. Tu naše adjese sve čekaju. Dokle autobus dolazi. Thank you.
فينا جئت بالأمر المطاع.
يا رسول الله.
Oh!
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك
وبيننا معاك لو احنا بعاد اكيد راجع ولو بيني وبينه بلاد وبيننا معاك لو احنا بعاد اكيد راجع ولو بيني وبينه بلاد قصاد عيني في كل مكان في كل مكان ومن تاني أكيد رجعي أنا دايم وكل حنين ولا عمري أبي على أمي قصاد عيني ومش قادر على الأيام ولا يوصف هوايا كلام وطول ليلي ولما بنام قصاد عيني في كل مكان قصاد عيني في كل مكان في يوم هنعود ده بينا
I'm not afraid to die.
dana, bili su zaštićeni, i događaj gdje su ljudi sjećali strijelci nakon tri napada gdje su smiješni noge muškici počeli su gubiti, međutim dolazi do puštenja tih položaja i onda Haški priveli iskoristiti tu situaciju i dolazi do teškog poraza. Tako da je sam Hamed Veselam bio. Znači, bilo je 3000 mušrika, uvijek su bili nadložni sa konjanicima, oklopima, a bilo je s druge strane 1000 muslimana, 300 muslimana, jedan od ashaba, znači iz Medine, znači muslimanske vojske, odustao je sa 300 vojnika, tako da je to isto bio jedan udarac za muslimanske vojske, znači njih je 700 vojnika. Znači, znači, što su bili slavi u naoružanju, sve ono što je najvažnije, znači da je preposlušnost u tom slučaju, znači da je poslanika dolazi do toga što su ovaj posljednji na većinsku glavu toga bi sam, znači kaže da se nisu da ko bude posjetio da je sam rečeno nije sam posljednju Thank you.
Thank you.